ورحمة الله وبركاته. الفستو عاملين ايه؟ وحشتوني. اخدنا حرف الياء والنهاردة بقى هناخد المد بالياء. تعالوا كده معايا نبص على الصور دي. صورة ايه دي؟ حد عارفها؟ رجل. ري حرف الايه؟ برافو عليكم، حرف الراء. طب الراء تحتها ايه؟ كسرة. ري. طب هنا صورة ايه؟ ريشة. حرف الراء تحتها ايه؟ كسرة. برافو عليكم. طب بعد الراء ايه؟ ريشة. طيب تعالوا نشوف هنا اهو صورة فجل. الفاء تحتها كسرة. برافو عليكم. فجل. صورة ايه دي؟ فيل. برافو. هنا صورة طفل. طفل. حرف الطاء تحتها كسرة. طب ايه الرسمة الجميلة دي؟ دي صورة شجرة. الشجرة بتبقى ليها ايه؟ جذر. اخدناها قبل كده، جذر. الجذر ده بتتزرع في ايه؟ بتتزرع على الارض، ولا لازم الارض تبقى فيها طينة؟ بتتزرع في الطين. طين. دي صورة الطين. طاء كسرة طين. طب تعالوا نسمع كده مع بعض الاصوات. رجل ريشة. فجل فيل. طفل طين. ايه اللي حصل؟ ان الصوت بدل ما كان صغير هنا اهو سقفة واحدة بقى طويل هنا اهو. هو ده اللي حصل في الحرف. بدل ما كان حتة صغيرة طولنا الصوت بتاعه، المسافة بقت طويلة. وده درس النهاردة، المد بالياء. المد بالياء. ايه المد بالياء وايه حكاية المد بالياء؟ احنا عندنا في العربي ثلاث حركات: فتحة، كسرة، ضمة. الحروف بتاعتنا زعلانة قوي ان هي قصيرة، بتتقال في مدة قصيرة. رجل كل حرف اخد سقفة، بقت ريشة. الحرف طولنا شوية بقى مدتين. فالتلات حركات اتطوعوا، وتلات حروف اتطوعوا هما مع بعض يطولوا صوت الحرف. حرف الالف اتطوع مع حركة الفتحة وبقى مد بالالف. حرف الياء اتطوع مع حركة الكسرة وبقى المد بالياء. وحرف الواو ايه؟ انا هاخد الحركة اللي شبهي اللي هي الضمة وهيبقى مد بالواو. ودي ان شاء الله ليها حصة تانية وشرح تاني مد بالواو. النهاردة هناخد المد بالياء. وزي ما كان المد بالالف ليه ثلاث شروط، المد بالياء هو كمان ليه نفس الثلاث شروط. عشان نفتكر مع بعض الشروط تعالوا نفتكر مع بعض الأغنية. كان يا مكان في مملكة المدود، كان فيها ثلاث مدود أولهم الألف. كان ليه ثلاث شروط: ما يكونش عليه همزة، ويكون قبليه فتحة، ويجي في الوسط أو في آخر الكلام. كان يا مكان في مملكة المدود، كان فيها ثلاث مدود ثانيهم الياء. كان ليه ثلاث شروط: ما يكونش عليه حركة. يعني ايه ما يكونش عليه حركة؟ يعني حرف الياء لا عليه فتحة ولا ضمة ولا تحتيه كسرة، ما يكونش عليه حركة، ويكون قبليه كسرة. الحرف اللي قبليه يكون تحتيه ايه؟ كسرة. ويكون قبليه كسرة، ويجي في الوسط أو في آخر الكلام. يعني حرف الياء يا إما يكون في الوسط، مش هكون في الوسط حرف الياء بالمنظر ده، أو في آخر الكلام. كان يا مكان في مملكة المدود، كان فيها ثلاث مدود
ثانيهم اللي كان لي تلات شروط، ما يكونش عليه حركة ويكون قبلي كسرة ويجي في الوسط أو في آخر الكلام. هو ده درسنا النهاردة. تعالوا نشوف مع بعض شوية أمثلة كده هو، ونشوف إذا كانوا تبع المد بالياء ولا مش المد بالياء. تعالوا نشوف مع بعض شوية أمثلة، وقبل ما نشوف الأمثلة عايزة أفكركم بحاجة، إن المد لازم بيشد حاجة، ما ينفعش الحرف يشد الهواء، لازم بيشد حاجة. إيه الحاجة اللي بيشدها؟ الحرف اللي قبليه، الحرف اللي قبليه بيتقال عليه الحرف الممدود، زي ما اتفقنا ما ينفعش أمسك الهواء، لازم أمسك حاجة وأشدها، والحرف بيشد الحرف اللي قبليه، الحرف الياء بيشد الحرف اللي قبليه، وبيتقال عليه الحرف الممدود، زي المد بالألف بالظبط. تعالوا نشوف أول صورة هنا، صورة د كسرة دي، ياء مد دي، كاف ضمة كو ديكو. هنا ديك فيها مد بالياء، برافو عليكم، الياء جت في الوسط، الياء دي قبليها كسرة، اتحقق فيها الثلاث شروط، الياء مش عليها أي حركة خالص، يبقى ده يتقال عليه مد بالياء. والحرف الممدود هو حرف الدال، الحرف الممدود الحرف اللي قبليه على طول هو حرف الدال، يبقى أنا أعمل عليها علامة صح وأعمل دايرة على الحرف الممدود. نيجي للكلمة اللي بعديها، لام فتحة لا ذال كسرة ذي لا ذي ذو، يعني إيه لذيذ؟ يعني حاجة طعمها حلو أوي عجباني، بقول عليها لذيذ لذيذ. فيها مد بالياء؟ أهو فيها ياء أهي، طب الياء جت في الوسط أو في آخر الكلمة؟ جت في الوسط أهي، اتحقق أول اتحقق شرط، عليها حركة؟ لا مش عليها حركة، اتحقق الشرط التاني. جت في الوسط وفي اخر الكلمه الشرط الثالث اتحقق، يبقى ده مد بالياء، والحرف الممدود اللي قبليه على طول هو الذال، لذيذ، مد بالياء والحرف الممدود الذال. نيجي نشوف الكلمه اللي بعديها، كلمه ذيل، ذال فتحه ذا، ياء سكون ذي، لام ضمه لو، ذيلو. تعالوا نشوف الشروط، الياء عليها حركة، هي سكون ما تعتبرش حركة. طب تعالوا نشوف الحرف الشرط الثاني، الياء قبليها فتحة، الياء هنا قبليها فتحة مش قبليها كسرة، يبقى الشرط الثاني ما تحققش، يبقى ده ما اقولش عليها مد بالياء، ما دام في شرط مش متحقق يبقى ما يتقالش عليها مد بالياء. يبقى انا عندي دي لذيذ ذي. عندنا هنا شوية صور عايزين نشوفها برضو إذا كانت مد بالياء ولا لأ. خي يار، خي حرف الإيه؟ حرف الخاء. تعالوا نكتبها مع بعض هنا أهو، حرف الخاء، الخاء تحتها كسرة، خي يار. الياء عليها حاجة ولا مش عليها؟ يا يا عليها فتحة، خيار. هنا اقدر اقول عليها ان دي مد بالياء، يا ميس ما هي كانت في النص اهي وقبليها كسره اهي، ينفع يتقال عليها مد بالياء؟ لا، لان الياء جه عليها فتحه، واحنا قلنا ان الياء ما ينفعش يبقى عليها اي حركه خالص، فخيار ما تعتبرش مد بالياء ولكن تعتبر مد بالايه؟ خيار بالالف، ألف مد وقبليها الحرف فتحة، فخيار هي مد بالألف وليس مد بالياء. نيجي للصورة اللي بعديها، عين، عين، الياء جت في الوسط، تعالوا نكتبها كده، عين، عاء، عين، الياء جت في الوسط والمد حرف ساكن وهي عليها سكون، بس قبليها ايه؟ قبليها فتحة، واحنا قلنا لازم يبقى قبليها كسرة، يبقى عيني كمان ما تعتبرش مد بالياء. صورة ايدي، يد، يد، ملوني كده، ياء، ياء، حرف الياء عليه فتحة، يد، د، د، دال. هنا الياء جت في أول الكلمة، يبقى فقدت الشرط وما يتقالش عليها هي كمان مد بالياء، يبقى في نقط بسيطة لازم أخلي بالي منها،
وهي الثلاث شروط دول ان الياء ما يكونش عليها اي حركه خالص، الياء يكون قبليها كسره، ما ينفعش يجي عليها قبليها فتحه او ضمه او اي حاجه، كسره. ان الياء تبقى في الوسط الكلمه او اخر الكلمه. شكرا ليكوا اف اس 2، وهناخد فيديو تاني يبقى فيه حاله تدريبات ان شاء الله. اشوفكم الحلقه الجايه، مع السلامه.